الله الدجال يا جماعة شايف الدجال اللي له حرق هو والله لما يقول هون زرع يا زلمة ما حصيت في رايك مع الباب يا بحد الجيم يا ما شايف هاي علقوا محاصيل يا عمي هودي انا لما اقول زرع يا اخي زرع يا عمي هذا زرع زرع ما بيحرقوا لك خيو يا ابو اشياء ما بيحرقوا لهم اياه والله زرع كردي قال امبارح طلع واحد قال يا اخي لما بيكون انا حصاد واللي ما بيحصدوا ما بيحرقوا لي اياه ايش ما هو زرع هون كو 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 هون عند البيت مبين كيف هو هذا لما رجع العمل والله ايش هذا؟ ليه كان يقوم ضرب من المدفعية؟ سيارة وين سيارة؟ ضاربين هني؟ سيارة؟ شوف الطيارة شوف الطيارة هاي لايكة 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 هاي مبينة مبارك يا مبينة مبينة شوف لك وين التلة ديك بالأرض والتراب فوق من ناعي السلية تطلع هي كله ما حصل جرايه لينا ما علينا ما بحرقوا لنا اياه يا ويلو كله ما بحرقوا لنا اياه لك عشان عليك لك عشان الله اكبر يلا ما تخلى خرجني زرع يا اخي مبين لك يا عمي لك على الزرع عندك ايش اسمه هذيك يا اصفر بس كله زرع ما بعد ما حصدوك ومو في البيت لما بحرقوا لنا اياه يا اخي وفي اشواد شكرا حتى يموت الشعب بديو هذا زرع كله زرع لكي لا تتضح حقلوا لي